طيب تعالوا بقى نكمل الدرس بتاعنا إن شاء الله بتاع الانقراض اللي احنا خلصناه. نبدأ نتكلم عن حاجة جديدة، بس قبل ما نتكلم عن حاجة جديدة خلينا نراجع اللي فات. اوكي، هنراجعه ازاي بقى؟ هنراجعه بأسئلة. هنراجعه ازاي؟ بأسئلة بأسئلة. ايه؟ اللي احنا حليناها امبارح. انا بعته لحضرتك الواجب صح؟ اه، بعته وانا صححته. صح ولا في حاجة غلط؟ لا لا، تمام. اغلبكم كلكم تقريبا حالينه صح، ما فيش حد كان غلطان في الواجب. هي حبيبه عماله تخرج وتطلع ليه؟ تدخل هي بتقول ان النت عندها مش كويس النهارده. طيب يلا بينا نسأل. يلا يلا بينا نسأل. نبدأ بأول واحدة. رهف، ايه هو او ما المقصود بالانقراض؟ رهف انت قافلة المايك. رهف، هو النت برضو عند رهف وحش ولا ايه؟ حد سامعني يا ولاد؟ أولاد شباب، سامعيني حد كمان؟ سامعني؟ اي مس ماين. أنا ليا ساعة وأنت لسه راضين في إيه؟ ايوه مسي سامعيني. تمام، حلو. رهف خرجت وحبيبة عندها النت وحش. طب نسأل الأولاد بقى. يلا يا محمد، إيه المقصود بالإنقراض؟ انا مس آه أنت، داس الانقراض. إيه المقصود بمفهوم الإنقراض؟ عرّف. إيه؟ طب انا هقول، بس ما اعرفش صح ولا غلط. انا امبارح بصت أقول على قد عشان كان عندي امبارح صوت كتير. ماشي، الانقراض ألو، التناقص المستمر في اعداد افراد نوع من الكائنات الحية. صح. صح، برافو. دون إيه؟ إيه؟ دون تعويض. دون تعويض، ذلك حتى يموت كل الأفراد كل أفراد هذا بدونه، النوع. يعني يحصل له انقراض. رهف سمعنا؟ رهف هو النت ايه حكاية النهاردة؟ مش عارف. طب ده حتى في كل الحصص، برضه حصة العربي وحصة اللي قبل العربي الإنجليزي برضه كان كده. مع رهف وحبيبة؟ لا هي حياة بس. أمال إيه المشكلة عند رهف؟ يا رهف اكتب لها في الشات يا محمد، قول لها سامعة المس. ماشي هي خرجت. نفس حكايته، احنا بس اللي مظبوطين. مش ده عارف ايه حتى المشكلة. محمود برضه كان في حصة الأرض بيطلع ويخش. اه حبيب، برضه مش سامعني. المفروض يتعمل احتفال النهارده عشان النت حلو كده. المفروض ايه؟ هاي سامعني؟ ايوه كده سمعتك. تمام كده، انت سامعانا؟ يا رهف. الو، اه ما اخيرا سمعك بس سمعناكي. دقيقة وبيخرجني. بس مش عارفة النت في ايه، اه ما انا عمالة انده عليكي من الصبح مش بتردي. النت عمال بس ما انا يفصل مش يروح سامعاك. ويجي كل شوية. طيب معلش دلوقتي اهو كويس لحد ما. طيب يبقى الانقراض قلنا ان هو التناقص المستمر في اعداد الفرد والافراد من نفس النوع دون تعويض، يعني الافراد عمالين يقل جدا عددهم، فده هيؤدي للانقراض، يعني ان ما هيبقاش موجود النوع ده تاني. قلنا يعني ايه السجل الحفري، وقلنا بنستدل منه على ايه. مين يفكرني يعني ايه السجل الحفري بالبلدي كده، مش لازم في الكتاب بالظبط. طب سامعيني؟ طيب انا مس مين فين كلكم دلوقتي؟ سامعيني؟ هو امال ايه المشكلة؟ الحفر طيب انا مين حابب يفكرني بالسجل الحفري؟
طب هي المشكلة عندي أنا في النت ولا إيه؟ لا وانا سامع حضرتك. طب وإنتي يا حبيبة سامعاني؟ هو يا مس في الحصة اللي قبل دي كمان كل شوية أتكلم كلمة ما فيش الشبكة واقعة خالص النهاردة. مش عارفة في ايه عندكم برق ولا ايه؟ هو سجل تسلسل حفريات الكائنات الحية. صح يا محمود، برافو عليك، بس عايز اسمع صوتك. نعم يا مس، على محمود صح، بقولك اجابتك صح بس عاوزة اسمع صوتك. هو سجل تسلسل حفريات الكائنات الحية التي تركت في الصخور الرسوبية. برافو عليك شطور، صح برافو عليك، ده سجل الحفري بيوضح لنا الكائنات الحية اللي موجودة في الصخور الرسوبية وأنواعها وإزاي انقرضوا، صح؟ نستدل منه على أنواع الكائنات الحية اللي عاشت زمان، وإن الحيوانات كتير خالص انقرضت زي الأسماك والديناصورات وكمان طائر مين؟ على الكوربتريكس يا شباب سامعني. اه يا مس، طب سامع. ايه رأيك في انتوا كلكم قافلين المايك وانا حاسه ان انا بتكلم مع نفسي؟ سامعك يا مس. طب كويس. ومحمد وحبيبه اه سامعك يا مس. بس عندك دوشة يا محمد، اقعد في مكان هادي. طيب اتكلمنا بعد كده عن أسباب الانقراض، قلنا إن في أسباب للانقراض كانت في العصور القديمة وأسباب تانية في العصور الحديثة، وقلنا ناخد بالنا مين اللي انقرض قديما ومين الحيوانات اللي انقرضت إيه حديثا. طيب فيلا مين انقرض قديما يا ولاد؟ الديناصور الديناصور، صح؟ وحاجة كمان بس مش فاكراها. الماموس، الماموس أو صح الماموس، الديناصور، تمام الديناصور والماموس صح. وبعد كده قلنا ايه اسباب الانقراض قديما خالص؟ الانقراض يا مس الديناصورات كان بسبب اللي هو اللي اسمها كملي. مين آدم محمد معانا؟ الو مس، هو انا حبيبه بس انا هطلع من دوت وهدخل الو مكان اوكي عشان تمام يا النت. حبيبه. اه يا رهف، الو يا مس، حضرتك سامعني كده؟ اه انا سامعك كده كويس، تمام كده سامعيني انتوا كلكم. طيب احنا كنا بنقول اسباب الانقراض قديما، الحبيبه كانت بتتكلم بس قالت هتخرج وتدخل تاني. هاي يا حبيبه، كنت بقول يا مس ان الانقراض يعني بتاع ايه، مس الديناصور ولا بتاعهم كلهم ولا بتاع ايه اه بالظبط؟ كلهم اسباب الانقراض في العصور القديمه عموما. مش انت سألتيهم؟ اه انا بسأل ومفيش غير محمد ومحمود بيجاوبوا معايا، وانتوا يا بنات لا. يا مس ما النت كان قاطع. طب اهو دلوقتي اشتغل. اه طب كملي يا حبيبة. خرجت. حبيبة يا مس خرجت. لا، ما هي قالت هدخل الو بأكاونت آدم. الو اه يا محمد، حتى انت نت عندك باظ. الو سامعينك يا محمد. الو كمان خرج. طب انا اعمل ايه؟ طيب اسيبكم الحصه دي وامشي؟ لا بحبك تاني مس، اه يا حبيبه. كنت بقول يا مس بسبب النيازك والبراكين والجليد والحاجات العنيفة. تمام، والغازات برضو العنيفة، الغازات السامة أقصد اللي كانت بتطلع من البركان ده قديما. طيب حديثا يا رهف، واحنا بنسمع واحنا بنعمل ايه؟ اه بنسمع عشان ناخد باقي واحد الدرس. طب بنسمع ازاي؟ احنا بنشوف، انتوا مالكوا؟ واحنا بنشوف. اهو يلا نسمع من غير ما نشوف. تمام. السؤال كان ايه؟ ايه اسباب الانقراض حديثا؟ الو اللي هو تدمير اه يا موجب من محمد اصل سامعاك الكائن. والله يا محمد سامعينك. حد سامعني؟ الو حد يكتب له في الشات ان احنا سامعينه يا ولاد.
كملي يا رب. تدمير الموطن الكائن الحي ده، والصيد الجائر، تمام، والتلوث البيئي، والتغيرات المناخية. التغيرات المناخية ممتازة جدا. طيب قلنا بعد كده ان الانواع اللي انقرضت قديما، مين هم يا محمود؟ محمود خرج. مين هم يا محمد؟ مش موجود فن؟ لا محمد موجود. موجود اهو. انا بس اي يا محمد، مين الحيوانات اللي انقرضت قديما؟ الديناصور والاركوبيتريكس. الديناصور والاركوبيتريكس. احنا اخدنا 2 بس منقرضين قديما، الديناصور والماموس. والماموس. اه ماشي. طيب واللي انقرضوا حديثا؟ اللي انقرض حديثا اللي هو الكجاوة دوت، وطائر الفراشة الدودو. وطائر الدودو. برافو، تمام. طيب قلنا ان في عندنا حوالي 6 حيوانات كانوا مهددين بالانقراض، مين هم يا حبيبة؟ نبات البردي، والدندن، وطائر الأبو منجل، والتاني اللي هو طائر النسر الأصلع، وكبش حاجة كده أروى. أيوة كبش أروى، ايوه ووحيد القرن. وحيد القرن. طيب قلنا ليه النسر الاصلع يا رهف بيسمى باللقب ده، او ليه يلقب باللقب ده الاصلع؟ إنه عندما يرى من بعيد يبدو كأنه يعني بالريش الأبيض الذي في رأسه يبدو كأنه أصلع. تمام، برافو عليكم، يبدو كأنه اصلع. طيب اتكلمنا بعد كده عن السلسلة الغذائية، وعرفنا يعني ايه السلسلة الغذائية يا محمد. ألو، والله سامعينك. اللي مسؤول يسأل كام من تاني؟ ايه هي السلسلة الغذائية؟ التعريف بتاعه يعني؟ المسار الذي تسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر داخل النظام البيئي. برافو عليك، صح. طيب مين يقدر يركب لي سلسلة غذائية؟ يعني ايه مس... يعني هو ماشي يخترع اهو، سلسلة غذائية مثلا، يقول لنا مين أكل ماشي مين ممكن. دخل. انا عارفة يا مس، طب قولي يا بس مش حبيبي. عارفة يعني. ممكن مثلا الفار هياكل الصرصار، والقطة تاكل الفار، والكلب ياكل القطة، والأسد ياكل الكلب. نسا عندي احنا كمان، انا كمان. هي حلوة بس انت لازم تبقى كائن منتج يعني زي النبات. تضحكي على ايه الضحكة دي؟ هي صح. ميس قولي يا رهف. مثلا اللي هو الزرع الأرنب هياكله، فالثعلب هياكل الأرنب، ومين اللي هياكل الثعلب؟ الأسد مثلا. ماشي. عايزة سلسلة طويلة يا بنات شوية. طب ثواني هفكر يا مس، معلش دقيقة. بس ماشي، هو مش اهو اللي احنا فكري. بناخده كان باين الجراد والتعبان والضفدع. والبومة والحشائش. اه ده السمك هتاكل السمكة، والسمك هتاكل السمكة، بعد كده احنا هناكلوه. ماشي. طيب تمام ماشي، حسبها لك صح. اوكي طيب اتكلمنا بعد السلسلة الغذائية وخلصناها، ان في حاجة تانية اقعد منها لسه واحنا بنحسب معقدة. بوينت. لا لسه ما حسبناش بوينت. حاجة اسمها الشبكة الغذائية. انا مش فاهم نقول سالفه يعني ولا ايه. اه انا سامعاكي، بس على محمد يقول لنا ايه هي الشبكة الغذائية. انا اه انت اقول ايه؟ ايه هي الشبكة الغذائية؟ اه ايه هي؟ اه ايه هي، انا بسألك. ماشي، هي اساسا غذائية. عامل ايه عرفها الشبكة الغذائية، عرفها. بقى؟ ماشي، هي مجموعة سلاسل غذائية مجموعة من متشابكة السلاسل باين الغذائية. ولا متداخلة، مش فاكر. ماشي، هي متشابكة متداخلين مع ومتداخلة. بعض. كذا سلسلة مع بعض غذائية متداخلين ومتشابكين مع بعض. تمام، صح. طيب تعالوا بقى نبدأ في النظام البيئي. قبل حاجة أخدناها بسيطة كده عن النظام البيئي، هو قلنا إن هو عبارة عن كائنات حية وعناصر تانية غير حية، صح؟ طيب تعالوا بقى نتكلم عن أنظمة النظام البيئي. عندنا نوعين منه، في النظام البيئي البسيط وفي النظام البيئي المركب.
يعني ايه البسيط؟ يعني عدد الحيوانات او الكائنات اللي عايشه فيه صغيره جدا، فلو واحد غاب الباقي هيتاثر جامد. الباقي ماله؟ هيتأثر جامد. هيتاثر جامد. يبقى هو نظام بيئي قليل الانواع، يعني الحيوانات اللي عايشه فيه قليله، لو واحد فيهم غاب الباقي هيتاثر. ده البسيط، بمعنى ان في عدد قليل جدا من الحيوانات بيتاثر بشده عند غياب نوع لعدم وجود بديل، اصل هم كلهم خمسه سته مع بعض، فلو واحد غاب مفيش بديل مكانه، فالشبكة الغذائية أو السلسلة الغذائية إيه اللي هيحصل لها؟ هتبوظ. هتبوظ، هيحصل لها اختلال، صح كده؟ تمام؟ ده البسيط. طب المركب؟ قال لك لا، ده بصي في كمية كبيرة جدا جدا من الحيوانات والأنواع عايشين فيه، بس لو واحد غاب مش هيتأثروا. ليه؟ عشان في بدل البديل 10، في بدل البديل إيه؟ 10 10 وكتير كمان. يبقى مصر التناسل منين؟ هيبقى. وعليكم السلام. مين؟ ايوه يا محمد ايوه مين؟ يا ابني، والله سامعاك. يقول مين؟ هو لمين؟ المس بتاعت معرفش. العلوم مثلا، واحنا اصحابك هنا. الو هو فقد الذاكرة ولا ايه؟ الو نعم يا محمد. مين؟ مين مين؟ يعني انت فقدت الذاكرة ولا ايه؟ حد الو يكتب له على مين؟ الشات. حصة علوم مين؟ يا محمد انت بتقول ايه يا محمد؟ في ايه مالك؟ الو ايوه يا ابني سامعينك. مين؟ هو مش محمد ده ولا اخوه ولا ايه؟ يا مس ولا يا مس، هو ايه؟ ممكن يكون اخوه، لان انا ساعات برضو بنسى الزوم مفتوح وصوت التليفون وخلاص ده، وحد يجي يتكلم تاني مثلا في التليفون يلاقي حد بيتكلم. يعني يا اخو ده اخو ايه؟ مين؟ فين؟ يا مس فين؟ انت عندك كام سنة؟ اخو مين ده؟ طب احنا هنعمل له ميوت بقى لحد ما محمد يرجع. مش ثانية على فكرة. لأ هو ده محمد؟ امال ايه بقى على فكرة في حاجة غلط. لأ ايه ده؟ ممكن يمس بس مفيش أي بيهزر. تغيير في الصوت. ايوه ممكن يمس بيهزر معانا. لا يا محمد ما بحبش الهزار ده عندك. واحدة خافت في ايه؟ على مس. يا محمد يلا يلا قشطة. اسمه ايه ده؟ حيوان غريب ده. محمد، هو انت معانا ولا انت فقدت الذاكرة ولا ايه اللي حصل لك؟ وقت الحصة معاك، انا معاك يا مس. ايه مين اللي كان موجود مكانك؟ دوت مين؟ ده كان واحد واقف معايا، واحد واقف معايا. نرجع للحصة بتاعتنا، كنا بنتكلم عن النظام البيئي البسيط والمركب. قلنا إن البسيط بيكون عدد الحيوانات الموجودين قليلين جدا، ولو واحد غاب الباقي بيتأثر، لكن المركب قلنا إيه؟ المركب إيه؟ هو فيه كتير من أنواع، فيه كتير أنواع كتيرة يعني، ما بالظبط. بيتأثرش فلو غير واحد لو غاب واحد منهم اختفى، مش مش بيتأثروا هيأثر، أوي. لأن في بديل كتير. بالظبط، لأن في أكتر من بديل. تمام، سهلة جدا دي. طب عايزين أمثلة. زي مين؟ زي الصحراء. الصحراء أصلا الحيوانات اللي عايشة فيها قليلة جدا، فلو واحد غاب الباقي كله هيتأثر. لكن الغابات الاستوائية لا، دي فيها كتير جدا جدا جدا، حيوانات كتير قوي، فلو واحد غاب مش مشكلة، عندنا بديل مكانه. تمام تمام تمام. تعالوا بعد كده ناخد طرق حماية الكائنات الحية من الانقراض. بمعنى إيه؟ العلماء فكروا، قالوا بما إن الحيوانات عمالة تنقرض، فإحنا نحاول نحافظ على شوية الحيوانات اللي باقيين. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه الحيوانات اللي قربت تنقرض نهتم بيها ونرجع لها بيت كويس، ونساعدها ان هي تكبر بسرعه مثلا، او ان احنا نهتم بان هي يحصل عمليه التكاثر وان هي تجيب افراد جديده. نهتم كمان ان احنا نعمل بنوك للجينات. يعني ايه بنوك للجينات؟ يعني انا باخد الجينات دي بتاعه الكائن الحي دي واحتفظ بيها، في حين بعد كده لو لا قدر الله الكائن ده ما ممكن ينمو جنين ايه مكانه، حد تاني مكانه، او ان انا اعمل محميات طبيعيه.
يعني ايه محميات طبيعية دي؟ يعني انا اخد الكائن الحي اعمل له بيت وموطن مهمين جدا، واقدر انا اهتم بيه لحد ما ايه يفضل موجود، ما عرضوش لاي ايوه خطر. كده، يعني موطن زي الموطن اللي كان عايش فيه. بالظبط، نعمل له موطن زي الموطن اللي كان عايش فيه. تمام. يبقى كمان نقول تمام. ايه اهم، طرق حماية الكائنات المهددة بالانقراض. رقم واحد ان انا هربيها وهعمل اكسار للانواع، اظبط الموطن بتاعها، اعمل بنوك للجينات عشان احتفظ بيها، وفي نفس الوقت ممكن اعمل محميات طبيعية. ممكن اعمل ايه؟ محميات طبيعية. طيب ايه هي بقى المحميات الطبيعية دي؟ المحميات الطبيعية دي بتكون أماكن آمنة جدا ومهمة جدا، أنا بخصصها عشان أحمي نوع قرب إن هو ينقرض. يبقى المحميات الطبيعية هي أماكن أمن يتم تخصيصها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في أماكنها الطبيعية. طيب الوظيفة الوحيدة اللي ليها إن هي بتهتم بالكائن الحي، ما بتخلوهوش يتعرض لأي خطر علشان ما ينقرضش، يعني مش بتخلي أي حيوان ممكن يجي ويهجم عليه. تمام. تمام. مثلا عن ايه الجينات؟ بنوك الجينات. بنوك الجينات، يعني انت عارفة ان كل حيوان عنده جينات وراثية. عارفة الجينات دي يعني حاجات، مش عارفة اوضحها لك ازاي. هقولك المفروض ان الحيوان، تمام، لما يجي يخلف حيوان تاني مثلا، الجينات يعني الصفات اللي في الكائن ده بتنتقل وتروح للكائن التاني، فانا وراثة؟ بحتفظ بالجينات دي. ايه؟ الوراثة يعني؟ اه زي الوراثة كده، زي علم الوراثة، فانا بحتفظ بالجينات دي. تمام. تمام. يعني الجينات دي حاجات انت المفروض تاخدوها لما تكبروا في ثالثه اعدادي، الكروموسومات والدي ان ايه، ده كله حاجات بتميز صفات الكائن الحي. تمام. انا بقى احاول احميها. طيب قلنا بعد كده المحميات الطبيعيه ان هي اماكن مهمه جدا، وظيفتها الوحيده ان هي بتحمي الكائن الحي من الانقراض، وكمان بتمنع اي حيوان مفترس ان هو يقرب منه او اي حاجه عموما. طيب زي مين بقى؟ عايزين نعرف المحميات الموجوده عندنا. أول محمية عندنا موجودة في الولايات المتحدة، والمفروض إن هي بتحمي الدب الرمادي، اسمها يولستون. اسمها إيه؟ يولستون. هي محمية موجودة في الولايات المتحدة، ووظيفتها إن هي تحمي الدب الرمادي، إن الدب ده قرب ينقرض. لكن في محمية تاني اسمها محمية الباندا، دي موجودة في الصين، شمال غرب الصين، ووظيفتها بس إن هي بتحمي مين؟ الباندا. بتحمي مين؟ الباندا. يبقى أول محمية عندنا بتحمي الدب الرمادي، بتهتم بيه جدا. المحمية التانية بتحمي مين؟ الباندا. طيب تعال نشوف بعد كده ايه المحميات الموجودة في مصر. رقم واحد محمية رأس محمد، دي أول محمية طبيعية اتعملت في مصر، أول واحدة خالص، كانت موجودة في جنوب سيناء، وكانت بتهتم بالشعاب المرجانية والأسماك الحلوة جدا النادرة دي اللي قربت تنقرض. تمام. تمام، سامعيني ولا اختفيتوا انتوا كمان؟ طيب يبقى سامعيني يا كباس. محمية، ايوه كده يا محمود، خليك معايا طمنا كده. يبقى كمان مرة، محمية رأس محمد دي موجودة في جنوب سيناء، والوظيفة بتاعتها او ان هي بتحمي مين؟ شعاب مرجانية والوان حلوة جدا، واسماك قصدي ليها الوان حلوة، قربت ان هي تنقرض. طيب في محمية تاني اسمها محمية وادي الريان، وادي الريان دي محمية في الفيوم، ومش بتحتفظ بكائن حي، لا دي بتحتفظ بهياكل العظم. يعني وادي الريان دي كان زمان بحر، فكان فيها كمية كبيرة خالص من الحيتان، الحيتان دي خلاص انقرضت، بس فضلت مين؟ الهياكل العظمية بتاعتها، فالمحمية دي وظيفتها ان هي تهتم بالهياكل دي. تمام؟ طب ليه تمام. بيهتم حاجات وحشة بالشباب؟ والله ما اعرفش بالظبط ليه بيهتموا بيها، بس تقريبا عشان الدراسات اللي بتتعمل عليها بس، وإن في ناس بتقول ده أثر، ده أثر لزمان ما ينفعش إن احنا نرميه. إيه يا حبيبة؟ اشمعنى موضوع الحاجات الحلوة واحنا موضوع العظم والحاجات الوحشة؟ ما محمد راس محمد فيه حاجات لا، حلوة. ومين قال ان هي وحشة يعني؟ آه لا يا عمي مش وحشة ولا حاجة، ده كمان محمية راس محمد لا، فيه انا بقولها موجودة مين في مصر. قال ان هي وحشة؟ هي مش وحشة سموها ولا راس حاجة. محمد عشان اسمي بس عارفيني. آه أنت هتقولي؟ تمام. يا اولاد تمام يا يبقى كده اخدنا كام محميه؟ اربعه، يولستون ودي في الولايات المتحده بتحمي الدب الرمادي، الباندا ستون في غرب ايه، اسمها ايه؟ ستون. يولستون، يولستون اه يولستون. بتحمي الدب الرمادي، الباندا
في شمال غرب الصين بتحمي الباندا. رأس محمد دي أول محمية في مصر، وظيفتها إن هي موجودة أصلا في جنوب سيناء، وبتحمي مين؟ الشعاب المرجانية وبعض الأسماك مين الملونة. وادي الحيتان موجودة فين؟ أو وادي الريان دي بتبقى موجودة في محافظة الفيوم، ومهمتها إن هي تهتم بالهياكل العظمية بتاعة الحيتان. اتفقنا؟ تمام. دول بقى بيتكلموا دول ولا بس هياكل كده ولا ايه؟ لا دول ميتين ما بيتكلموش الحيتان دول. مالك يا محمد مش طبيعي النهارده. انا بس ما اعرفش، حاسس حد حسدني شافني. حد حسدك؟ حد من الصبح كل شويه عمال يقول لي النت حلو، النت حلو عندك، لحد النت بقى وحش عندك. ماشي، شكله بيلقح كلام على حد، بس ما علينا. يلا نحل. يلا صفحة 231 هلا على ايه؟ على الدرس. ماشي. محمد هنبدأ بيك انت أول واحد. انا ماشي. يستدل على حدوث، على حدوث الانقراض. يا محمد هنبدأ نحل في أكتب المصطلح العلمي صفحة 231. شنو ما هي دي؟ مصطلح العلمي أقول. ماشي. موت كل أفراد النوع من الكائنات الحية. موت، أعوذ بالله، إيه كان اسمه إيه؟ أنا فاكر، ما حدش جاوب، فاكر. يا ابني هو حد جه جنبك؟ إيه. ومين اللي مات أصلا؟ موت مين؟ مش ممكن مين ده؟ اقول حد يجاوب بقى، يعني ما اعرفش مين اللي مين مات. يا بس هيجاوب. قولي مش يا رهب. ممكن اقول تمام. ها الانقراض الانقراض. تمام، الانقراض هو موت كل افراد النوع من الكائنات الحية. طيب هنبدأ نحل السؤال. اكتب المصطلح اخر خالص في الصفحة. يلا يا حبيبة اول واحد. تمام. أسماك مستمر فيها أعداد أفراد، في أعداد أفراد النوع من الكائنات الحية دون تعويض ذلك النقص حتى مات جميع أفراد هذا النوع الانقراض. الانقراض صح. محمود رقم 2. محمود المسار الذي يسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر داخل النظام. ايه المسار ده بقى؟ هو جاوب وقفل أصلا. قال ما سمعتوش. السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية صح. تمام نبدأ من الأول. محمد تمام. مجموعة سلاسل غذائية مختلفة متشابهة مع بعضها، ده اللي هو يا واحدة اللي هو شبكة الغذاء. الشبكة الغذائية صح. الشبكة الغذائية. تمام يلا اللي بعدها. مين عليه الدور؟ معرفش اعرف يعني. تمام. نظام بيئي يتأثر بشدة عند غياب أحد أنواع الكائنات الحية المتواجدة فيه. النظام البيئي البسيط. برافو عليك. النظام الجديد يعني بتتأثر بشدة. مثلا ده هتبقى دي مركب. المركب صح، يعني لا يتأثر. تمام محمود دورك ولا دور محمد؟ محمود خرج. يلا يا محمد موجودة يا مس. موجود تاني. يلا يا محمود. شو رقم 6 يا مس؟
أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في أماكنها الطبيعية. المحميات الطبيعية. برافو، المحميات الطبيعية. شباب ليه بتنسوا أدواركم؟ أنا أنا معاك، مثلا بحل بس. أنا بس مش بنسى، بس بنكتبوا الإجابات بتاعة الأسئلة اللي فوق. ماشي تمام. مين؟ مثلا كبرت الشيل أو مش اصغره شوية. اوكي ماشي، مين المفروض يبتدي دلوقتي، انا ولا مين؟ ايوه انت يا محمد. طب ماشي بصوا من الاول عشان متلخبطوش، محمد، محمود، رهف، حبيبة. لفت العكس بقى، ميسي كان الاول محمود بعد كده انا. اوكي يبقى بعدك رهف وبعدين حبيبة. ماشي، كل مما يأتي من أسباب الانقراض قديما ما عدا إيه بقى؟ لا، سقوط الكتل الجليدية، صح؟ لا، مش صح. بنروح كده الصيد الجائر. الصيد الجائر. صح هنا كلها ما شاء الله سقوط وانقراض وانفجار. بس هو زي الصيد الجائر. ده بيقول لك ما عدا الصيد الجائر ده من الحديثة. ما عادة فكرت اقول عايز اوكي تمام. من أشهر الحيوانات التي انقرضت في الأزمنة القديمة الديناصور. صح، الديناصور. السؤال اللي بعده هو أنا؟ حبيبة. تمام. ناقص من ثلاثة وبنقرضه. مسها مش الخرجي ده الأول على في القرن ده. حبيبة انتي بتحلي في السؤال رقم 3. ثلاثة تمام. ايه كده ما معيش انا بعمل كل ده عدد المامو. الماموس منقرض. ايه يا ماشي ما يا ما كنت صح معلش. دوب الباندا. دب الباندا، شطورة. وده يبقى انت انقرض. ما عدا هو انتوا مالكم تهدد النهارده؟ لا بالانقراض. بجد، ستوب ستوب، مالكم النهارده نعم بجد؟ يا مس، نعم. اصل انا هو مس كنا من الصبح يا مس، من الساعة 4 لحد دلوقتي احنا نايمين. النهارده الثلاث، صح. مش احنا ذاكرنا واجتهدنا وذاكرنا وتعبنا وكل حاجة. ماشي ماشي. طب يلا هطلعكوا بدري النهارده. شكرا يا مس، انا هروح على السرير على طول. ماشي محمود محمود، دورك. من الكائنات المنقرضة. جد الفيل. ماشي، جد فيل اللي هو الماموس. صح. أبدأ. ابدأ يا حبيبي ابدأ. ماشي، من الطيور المنقرضة التي كانت تتميز بصغر أجنحتها، طائر الدودو. برافو عليك، طائر الدودو. يسموه اسم تاني الدودو يعني. تمام. أي مما يأتي من الأنواع المهددة بالانقراض. طائر أبو منجا. مهددة بالانقراض. صح. ماشي، هو الشباب برضه طائر الدودو لأنه اسمه انقراض. ده انقرض أصلا. مهدد. سوري سوري. حبيبة حبيبة خرجت. طب يس. يلا اللي بعد حبيبة. يا مس خرجت. مين بعد حبيبة؟ محمود يا حبيبة رجعتي. هاي يا حبيبة.
حبيبة نعم يا مس، دورك يا حبيبتي. احنا فين عشان نتخرجي؟ 7. 7 تمام. يعتبر ناقص من عمسية كأس الحياة البرية المهددة بالانقراض من البيئة المصرية. نبات البردي نبات البردي صح. ميس، هو مش عارفة، هو مش هيكون كبش أروع؟ لا، من الموجودين في مصر في نبات الصحراء. البردي. ايه ده، نبات الوردي من مصر؟ هو من كان مصر. مكتوب في أيام زمان يا مس في الفراعنة. كان مكتوب بيه الحاجات بتاعتهم دي. تمام. محمود، محمود يا ولاد ثواني، هنا الكائنات الحية البرية، كبش أروى فعلا برضو كان موجود في مصر، كائنات حية برية، البرية اللي هي بتعيش فين؟ في البر مش النبات. هو فعلا نبات البردي موجود، بس كبش أروى برضو من الحيوانات البرية. هما هو ثلاثة في الكاش مصر. أصلا في مصر؟ طائر أبو منجل موجود في مصر، وكبش أروى موجود في مصر، وكمان نبات البردي. ده نبات البرد ده اصلا مش حاجة حية، ده لا هو نباتة. لا لا لا، هو نبات كائن حي ايه، بس مش بري. تمام، ده محمود يبقى صح. كبش أوي. ها، محمود معايا مش انت الدور يا محمود. من سيرة الغذاء المقابلة، ماذا يحدث عندما تحتفل في إيران؟ من هذا النظام البيئي؟ يقل الغذاء المتاح للشعبين. يقل ايه؟ معلش صوتك بعيد. يقل الغذاء المتاح للثعابين. تمام، يقل الغذاء المتاح للثعابين صح. ماشي، يتأثر النظام البيئي بشدة عند غياب أحد أنواعه. ده إيه ده؟ مين بسيط، النظام اللي بيتأثر بالشدة؟ ده بسيط ولا استوائي؟ البسيط صح؟ بسيطة. أظن البسيط لأنه بسيط. فعشان كده بيتأثر بالشدة لو حد غاب. تمام يا مس. يعتبر النظام الصحراوي نظام بيئي عشوائي، لا مش عشوائي، بسيط. عشوائي من بسيط. انا عارفه ان انتوا تعبانين، طب هنحل السؤال ده وخلاص. طيب مين على الدور؟ حبيب، لا مش حبيب، لا حبيب حبيبة، حبيب. حبيبة بعد رهف. كل ما يأتي مواليد الغابة الاستوائية معاه. من الأنظمة البيئية البسيطة. برافو عليكي. لحظة، الغابات الاستوائية مش من البسيطة، اوكي، بس في نفس الوقت ما بتتأثرش. تمام، انت صح، كنت عايزة وانتو ابسطها بس فين؟ خلاص. احنا في رقم 11، أم ركم 10 ايه؟ رقم 10 البسيط. ركم 11 ايه؟ البسيط برضو. ماشي، حيوان مهدد بانقراض موطنه شمال غرب الصين. دب. برافو، دب الباندا. تقع محمية يلسون يلوستون ده يولوستون. يلوتون التي يتم فيها حماية الدب الرمادي في حيوان الولايات المتحدة الأمريكية. مهدد بانقراض موطنه شمال. هو ايه ده؟ الولايات المتحدة الأمريكية صح. أكيد مش هيكون سيناء ولا صنعاء فيه. تمام. تم حماية حفريات هياكل عظمية كاملة للحيتان لمحمية وادي الريان. وادي الريان، ممتاز. طيب أكمل، هناخد نحل، انتوا تعبانين النهاردة أنا عارفة.
هنحل واجب أول 5 في أكمل. أوكي ماشي أوكي تمام، ونوقف الحصة كده. أشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية، إن تكونوا شاء مذاكرين الله. كويس عشان هيكون في تحدي جديد. اتفقنا؟ ماشي يا اتفقنا، حبيبتي، ويا رب ده يكون خلصنا النت الواحد صح؟ متظبط عندكم.